فديتها سخني بس لا 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 طرد من السيارة صباحه هيدا هي الضربة اجت بادعاء انه هيدا مستودع سلاح. هيدي شركة قائمة من 11 سنة بتتعاطى تجميع مولدات كهرباء وصيانتها، ومستودعات ما بتفتح من الصباح حتى المساء، والزبائن رايحة جاي عليها طول النهار. يعني مولا يوم نحن سكرنا الابواب، دائما عندنا ناس وزبائن ومراجعين وتجي وبتروح عنا، ما في شيء مخبى عنا. ادعاء انه هيدا فيها سلاح وهيدا كله ادعاء افتراء وكذب. بلشت من شهرين بتدبير الزراعة، بلشت اليوم بتدبير الصناعة. هيدي مؤسسات كلها هون منطقة صناعية، مؤسسات صناعية، لا مؤسسات حربية ولا مؤسسات أبداً أبداً تتعاطى بأي شكل من الأشكال التانية. هيدي منطقة صناعية 100%. كلنا منا نحافظ ونتعاون ونعرف كيف نتوقع من هالعدوان يلي هو ما رح يسكت واكيد بده يتكرر. صار اجرام المعتاد لتدمير الاقتصاد اللبناني مختصر مفيد، وكل الادعاءات اللي بيحكوهم مش موجوده وهي قدامكم. الكل في يشوف شو صاير، شو في هون شو موجود. الشركه بعدنا قلناهم قبل شوي، الشركه مفتوحه من 11 سنه، ومين ما كان في يفوت يظهر عليها الشركه. لا مستودع مسكر ولا شيء، الشركه مفتوحه، زباين ظهره وفيتي والعالم ظهره وفيتي عليها، وكل العالم عارفه شو بقلبها بدون بلا سر. ما في شيء سر، يعني ما في شيء محل مسكر فيها. وهي مثل ما شايفين المطارات بعدهم محلهم، واللي هذا اللي عم بيحترق على ما حدا سوري يعمل افلام هو اللي زيت، عشان مستودع زيت عنده الزلمه.